مرحبا برج الثور، أهلا فيكم. الكرت العدالة، كرت برج الميزان. عندنا هنا أيضا الطاقة المائية، كرتين تبع الطاقة المائية، وأيضا ثمان الأغصان و الخماسي الصغير برنتس اوف بنتكلز. يراك أن أنت كأنما تعافيت أو تشافيت من الانفصال أسرع منه. نظرته إليك أن أنت أصبحت شخص مستقر، مسيطر على مشاعرك، نضجت وتعلمت من التجربة. أنت اللي عندك طاقة ملك الأكواب، وإن كنت تتعامل مع أبراج مائية، ولكن هاي الطاقة، هاي النضوج، هاي السيطرة، وصلنا إلى مرحلة إحنا متفهمين لماذا حدث الانفصال، ومتقبلين إن إذا صار في رجوع صار، وإذا ما صار أيضا إحنا تعلمنا الدرس. كأنما هني هو يراك إن وصلت إلى مرحلة من التوازن، ولكن اللي مخوفة أو اللي عند كارت يريد أن يترك كل شيء ويدخل في حياتك مرة ثانية بسرعة. ليش؟ لأن أحس هنا أن أنت بديت تتشافى، تتعافى، وأيضا تمضي قدما. وإن كنت أنت بينك وبين نفسك سواء مضيت قدما أو لحد الآن تفكر فيه، ولكن لا تنسى ملك الأكواب مشاعره مدفونة، مشاعره عميقة ما عادت تظهر إلى السطح بالشكل الواضح مثل قبل. كأنما هني هو يحاول أن يهرع، يأتي بخبر اليقين، يدخل في حياتك، يشوف هل أنت نسيتني؟ ابتدى يحس أو يراك أن أنت تفلت من قبضته شوي شوي. عندك كرتين ثمان الأغصان وأيضا العربة متجهين بقوة في حياتك، كأنما يراك أن أنت شخص أصبحت ثابت ومتزن في عنصرك، وهذا هو طبيعتك يا برج الثور. عندما تكون أنت في عنصرك، لما تكون ناضج، واثق، متشافي من وضع، متشافي من علاقة، أوكي، متزن بدون وجود الطرف الثاني في حياتك، هو يحسك ويشوفك هكذا. فكأنما عنده هني أيضا شو أقول لك، عندما كأن أتى أيضا خبر عنك، هو يريد أن يستفسر عن خبر معين وأخبار أتته بخصوصك. احتمال أنك سترتبط بشخص ثاني، أو أن أنت نسيته، أو أن أنت كأنما هني راجع يطالبك بتفسير، بتوضيح. خلاص نسيتني؟ هلا خلاص ما في رجوع بيني وبينك. عند هاي النوع من الطاقة كأنما هو يحاول أيضا أن يستعطفك أو يذكرك فيه، يحاول أن يتواصل معك، عنده رسالة، عنده اتصال، عنده يحاول أن يشوف وضعك على السوشيال ميديا، على وسائل التواصل الاجتماعي، يحاول أن يدخل حياتك مرة ثانية. ولكن هو يراك أن أنت شافيت، تعافيت، أصبحت أكثر قوة، أكثر اتزان بدون وجوده في حياتك. خلنا نشوف اللي بعده، ما هي خطوته القادمة تجاهك؟ فارس السيوف، المزيد من الطاقة اللي تطالب بتفسير، تطالب بتوضيح بخصوص احتمال انه يفكر ان لديك شخص جديد او علاقة او رسائل، تتبادل رسائل. عندك كارتين يبينون لهني انه هو مفكر او انت فعلا قاعد تتبادل رسائل في بداية جديدة، خبر عن بداية جديدة مع شخص ثاني، احتمال كبير انه يكون برج ناري. أوكي، كرت العالمة، خمس الخماسيات، وأيضا كرت القوة. خطوة القادمة أنه سيرجع في حياتك، أو راح يرجع ويكلمك ويتواصل معك، ولكن ما راح يكون بشكل رومانسي أبدا، راح يكون بشكل عنيف، بشكل يطالب فيه، عنده كتاب وعنده سيف، يطالب فيه بالحقيقة. احتمال أن أنت ابتديت تكلم شخص من طرفه، ابتدت بينكم علاقة غرامية مع شخص هو يعرفه، شخص هو يسمع عنه من بعيد، أو سمع عن خبر خطوبة، ارتباط جديد عندك، وإن كان مو صحيح، ولكن هو وصلته أخبار عن طريق شخص احتمال كبير برج ترابي. إن في أنت في كلام بينك وبين شخص جديد، يحاول أن يكتشف
يحاول أن يكتشف، راح يرجع بعنف، يحين يرجع بطاقة عتاب، بطاقة مهاجمة، ويطالبك أن أنت تفتح له، مو قلبك ولكن تفتح له حياتك مرة ثانية وتخبره، كأنما هذا الشخص مو راجع عشان يرجع العلاقة نفسها، راجع عشان يحرص أن إذا هو ما كان معاك ما في شخص ثاني راح يحصل عليك. عنده هاي النوع من طاقة التملك. في حب، ولكن حبه قاعد يظهر هني في القراءة بشكل غير صحي. عندنا كرت برج السرطان، برج الحوت، وأيضا طاقة مائية. ممكن يكون جدا طاقته مائية، من الأبراج المائية عندنا، إنك تتعامل مع هاي الشخص. ولكن هاي الشخص يطالبك بالوضوح، ولو إنه كان هو غير واضح معك في السابق، هو اللي قصر وأخل بأكف الميزان هني عندنا، ولكن في الفترة القادمة راح يحاول أنه يتنافس مع الشخص الجديد في حياتك. إذا عندك شخص جديد دخل كصديق، كمعرفة، كتواصل، كخطوبة، راح يدخل في طاقة صراع مع هذا الشخص بشكل مباشر، بشكل مباشر يعني رأس برأس. راح يتحلى أيضا بالقوة خطوته القادمة، أنه راح يسيطر. شوف اللي أنت لازم تفهم عن هذا الشخص أو شريكك، راح يسيطر على مشاعره، ولكن مشاعر الحب هذه اللي راح يسيطر عليها، يدفنها عميقا بينه وبين نفسه، ولكن المشاعر اللي راح يظهرها لك هي مشاعر القوة، مشاعر السيطرة، مشاعر التملك. راح يهاجمك، راح يلومك، راح يعاتبك، راح يقول لك ان انت اللي غلطان وانا اللي على حق لان انا اللي املك السيف. ممكن ايضا يكون برج هوائي، ولكن هني راح يقول لك انا املك السيف، انا على حق، انت اللي غلطان، انت اللي غير مستقر يا برج الثور. انزين، كانما هني عند كارت ايضا العالمه يحاول ان يكشف اسرارك، ولكن مو بطريقه سلبيه، بطريقه هل انت نسيتني يا برج الثور؟ هل في فرصة لحد الآن للرجوع ولا لا؟ فهني أيضا النصيحة لك، إن إذا هو راجع باندفاع، عليك أن تمتص الغضب وتمتص طاقة الهجوم. أنت اللي عندك كرت العالمة، حاول أن تمتص وتستوعب حوافز وأسباب اندفاع هذا الشخص تجاهك. أوكي، وخلينا نشوف ما الذي يخفيه. هو يخفي أنه كان حزين أو وحيد بدونك. احتمال هو تركك من أجل علاقة ثلاثية، من أجل شخص ثاني، ولكن اكتشف بالطريقة المؤلمة أن ليس كل ما يلمع ذهبا. بقول لك شو اللي صار. اللي يخفي أنه هو فقد شريكة اللي يفهمه، شريكة اللي فعلا يتواصل معه، اللي يحس فيه، اللي يكون له مثل السند العضيد في الحياة، يعاونه. اختار شخص ثاني او بنى، اختار انه يبني حياته مع شخص ثاني في غيابك، او تركك بسبب وجود شخص ثالث في العلاقة، ولكن سرعان ما اكتشف انه ليس كل ما يلمع ذهبا. هذا الشخص كان لصيط، عنده ظاهرا جمال، اسلوب، الكل يحاول ان يتقرب منه، ولكن سرعان ما اكتشف ان هذا الشخص سيء من الداخل، سيء. تكلفة أنه يكون معاه جدا عالية، رح يكلفه الكثير من الأموال، الجهد، الطاقة، الاهتمام. يعني هذا مثل الأكل اللي شكله جميل، هذا الشخص اللي تركك من أجله أو كان موجود في العلاقة من السابق، هذا الشخص مثل الأكل اللي شكله جميل ولكن طعمه جدا سيء، وترك نفس نوع من المرارة في حلق شريكك. فهو الحين يحاول البحث عن طريقة أن يتخلص فيها من هذا الشخص، أن يبعد عن حياته. كأنما هني أيضا هو مصر ومبيت النية أن يبعد هذا، إذا كان خصوصا في علاقة ثلاثية أو شخص ثالث في العلاقة، هو مصر أن يخرجه، ولكن لا تنسى بأقل تكلفة ممكنة، لأن هذا الشخص قاعد أشوفه يكلف الكثير مالا وطاقة وجهدا، وشريكك أيضا أو حبيبك استثمر الكثير معه، فهي مجرد وقت أو فترة، رح يحاول أن يخرج من العلاقة بأقل خسائر
ممكنة. أوكي خلنا نشوف العزاب. العزاب ممكن تكونون حتى إذا أنتوا حاليا منفصلين من علاقة ولكن بانتظار شخص جديد، فتنطبق عليكم أيضا قراءة العزاب. خلنا نشوف من القادم في طريقك، ما هي مواصفاته وطباعه. خمس الخماسيات، خمس الأغصان، فارس الأكواب، خمس السيوف، وتسعة الأغصان. القادم في طريقك عزيزي برج الثور، هو يراك إنزين، هو كأنما هني أشوف لاحظك من بعيد قبل أن تلاحظ أنت، هو لاحظك. احتمال أن شخص التقيت فيه ولكن ما تتذكره، التقيت فيه ولكن مش على بالك. هذا الشخص أبدا أنت لا تنظر إليه ولا تترقبه إنزين، ولكن هو لاحظك، هو يراك أن أنت أعلى منه مستوى مادي علمي اجتماعي، حتى طبقتك الاجتماعية يشوفك كأنك من طبقة استقراطية، سوري ارستقراطية، وهو من الطبقة الكادحة. ولكن مواصفاته ان الشخص عصامي، وان كان حاليا لا يملك كل الاموال، حالته المادية متواضعة، ولكن او احتمال ان حالته المادية جيدة ولكن عليه الكثير من الديون او الالتزامات، ولكن هو مصمم على وضع الحالي. هو يعني هذا إنسان ما يحب إنه ينتظر أو يؤجل، احتمال جدا إنه يكون من الأبراج المائية، ولكن هو متوجه تجاهك سواء أنت رغبت أو لا، هذه هي طاقته. أشوف أن الشخص راح يكون مو طويل كثيرا، حنطي البشرة ممكن أسمر، ولكن أكثر ما يجذبني هو كثافة شعر الوجه، راح يكون شعر وجهه كثيف، مظهره شوي رث أو مظهر جاف، مظهر قاسي، بسبب احتمال أيضا أن طبيعة عمله صعبة، تتطلب من الكثير من الجهد الجسماني، لذلك هو ليس من الأشخاص مثلا اللي يشتغلون في المكاتب ويكون منظرهم جميل ولطيف طول الوقت، ولكن هو رآك ولاحظك من بعيد، وإن كان حاليا أقل منك مستوى، ولكن عند العزيمة أن يحصل عليك بغض النظر عن الثمن. أنت هنا لازم تكون حذر، تلاحظ هذا الشخص ما هو الثمن اللي راح يدفعه، هل راح يجتهد؟ إذا يجتهد يحاول أنه يطور من حالته المادية عشان يصير أنه يستطيع يوفر لك الحياة أو تكونون في شراكة مع بعض، هذا ممكن، ولكن احذر أنه ما يحاول أنه يوهمك أوكي، أو يقنعك أن حالته المادية أفضل مما هي عليه. أنت على وشك الالتقاء بشخص نعم عنده حب، ولكن شوي متهور في الحب، لا يحسب الأمور المهمة المنطقية المادية في الارتباط، كأنما هو داخل على طول يطلب منك الزواج الارتباط، ولكن ما حسب ما هو ثمن هاي الارتباط. لازم راح يكون في تكاليف للزواج، لازم راح يكون في إجراءات، لازم راح يكون في التقاء، عند الكثير من طاقة التضارب، يعني إن الكثير من الناس حولك وحوله راح يختلفون معه، إن أنت لازم تحسب الموضوع أفضل، لازم توفر أموال، لازم تعدل ظروفك قبل أن تتقدم لبرج الثور، لأن برج الثور حالته ممتازة، لا تؤثر عليها سلبا، وأنت أيضا هذه هي مسؤوليتك، إن أنت ما تسمح لأي شخص يدخل في حياتك ويأثر عليها سلبا. استقرارك المادي مهم أن تحافظ عليه، بما أن عنده طاقة وعزيمة احرص أن تعطي تعليمات أو تقول له أنه يستخدمها لتطوير حالته المادية قبل أن حتى يدخل حياتك. اللي بعده خلينا نقول كيف تتعامل معه، ما هي أفضل طريقة، ولو أني قلت لك أعطيتك بمختصر ما هي الطريقة،
خلينا نشوف. اوكي، يجب عليك ان تكون مثل ما قلت لك متحكم بنفسك يا برج الثور. مو اول ما تسمع عرض زواج عرض ارتباط تقبل، احسب الامور، لا تتخلى عن الامور اللي انت تعبت من اجلها. في هني عندك ايضا امرأة في حياتك راح تنصحك، احتمال انها جدا من الابراج النارية، راح تنصحك. اوكي، طاقتها جدا غريبة هاي المرأة. في امرأة في حياتك راح تنصحك بالابتعاد عن هذا الشخص، ولكن هل نصيحتها في محلها؟ اشوف لا، لان نصيحتها راح شو تسوي؟ تطلعك من طاقة، او الشخص اللي قادم تجاهك عنده طاقة الابراج المائية الى طاقة فارس النار. فارس النار هو الفارس الغير مستقر الغير لعوب، كأنما في إنسان في حياتك، ممكن تكون صديقة، أم، خالة، أخت، عمة، هاي النوع من الطاقة راح تنصحك بالابتعاد عنه. الموضوع في يدك يا برج الثور، أنت يجب عليك أن تكون المتحكم. راح تأتي لك بخيارات ثانية من أجل الارتباط غير هذا الشخص. راح تقولك مثلا أنت تفكر في فلان، هذا ما يصلح لك بسبب حالته المادية، وإن كان عرضه أفضل ونية أصدق، ولكن هي راح تعيب على حالته المادية أو وضعه الاجتماعي، أنه هو أقل منك أو محتمال من جنسية مختلفة. ترى فهني كأنما هاي الإنسانة راح تنهي العلاقة، أو حتى احتمال الارتباط بينك وبينه، ولكن ستأتي لك بشخص أسوأ، شخص لعاب، شخص وإن كانت حالته المادية مستقرة لأن وراءه ملكة النار تعتني فيه توفر له، ولكن شريك جدا غير ناضج وغير مستقر ولا يمكن الاعتماد عليه. هذا رفيق فقط من أجل المتعة، وكأنما هي أيضا ستنصحك بالابتعاد أو بالسفر عن هذا الشخص، ولكن الشخص اللي قادم في طريقك أشوفه أفضل وأنقى. إنزين، هو شوي متخبط، غير واثق أو غير ناضج، ولكن يعتمد عليه أو نيته أفضل من الشخص اللي راح ترشح لك ملكة النار، الإنسانة هاي المرأة في حياتك. وأحرص أنه يا برج الثور ما تتخلى عن هذا الكرت، هذه هي الأميرة العزباء، تسع الخماسيات، ما تتخلى عن هالمرحلة اللي عندك فيها استقرار، أسرة، حياة رغيدة، رخاء، وفرة في الحياة، راحة، أنت عندك راحة، ما تتخلى عن الراحة من أجل شخص. لا، يعني هني مثلا شخص عنده شوي نوع من النقص المادي، ولا حتى من أجل شخص لعاب. أحرص أن عندما تتخلى عن مرحلة العزوبية وتنتقل إلى عشر الخماسيات، مرحلة الارتباط، ترتبط بشخص مكافئ لك، أو تنتظر أن شخص أفضل مكافئ يأتي في الطريق. نعم، ممكن هذا الشخص مع الوقت مع الجهد يصير مكافئ لك، يستطيع أن يعيشك ويحافظ على مستواك المعيشي في هاي المستوى. أوكي، بما أن عنده فقط خمس خماسيات، يعني الشراكة بينكم في هذا الوقت كأنما راح تسحبك أو تقلل مستواك من تسع الخماسيات. في النهاية هذه شراكة راح تأثر على الطرفين، أحرص أنه مو هو اللي يستفيد وأنت اللي تخسر. وأيضا أحرص أنه ما تسمع رأي إنسانة احتمال تكون من البرج الناري، احتمال انها تكون ام تأتي لك بمرشح جديد، لان اشوف ان هذا الشخص اللي برج ناري ممكن يكون اسد، حمل، قوس، لعاب، او لا يعتمد عليه. اوكي، اللي بعده خلينا نشوف قراءة المرتبطين. المرتبطين مثل ما قلت لكم ممكن يكون متزوجين، او ممكن يكونون في علاقة، او حتى مخطوبين. أول شيء، كيف يراك الشريك؟ أوكي.
الشريك يراك انك اما متذبذب او مشغول. راح نشوف مع باقي الكرتات. اوكي، شريكك عنده رغبة جديدة بأن يدخل في مشروع جديد، ولكن كأنما هو يحس أن أنت لا يمكن الاعتماد عليك. اوكي، هل احتمال لأنه خذلته في السابق؟ شوف، احتمال كبير جدا أنك تتعامل مع شخص برجه مائي، وإن كان برجه مو مائي فهو يمتلك حاليا طاقة الماء، يعني قاعد يفكر باتزان وبنضوج، شلون أنا ممكن أعالج الوضع، أي وضع. هو هني يحس أن أنت شوية غير ناضج. الخماسيين هي طاقة المراهق اللي يحاول يوازن كورتين، أوكي، في نفس الوقت. فكأنما هو هني عنده رغبة، ولكن لحد الآن ما أطلعك عليها، محافظ عليها في قلبه، رغبة لمشروع جديد، رغبة لمشروع جديد يدخل فيه. أنا ما أقدر أقول لك شنو نوع المشروع، ممكن يكون مشروع زواج، ممكن يكون مشروع علاقة، ممكن يكون جدا مشروع تجاري، مشروع بيزنس، شراكة جديدة يدخل فيها. أي نوع من الشراكة ممكن تكون، أي نوع انزين. ولكن هو يشوف أنه ما يقدر يخبرك عن الموضوع لأن ردة فعلك في السابق خذلته. أشوفه هني ترى أكثر شيء هي عبارة عن مشروع جديد يفكر فيه هذا الشخص، يريد أن يحسن دخله. حبيبك أو شريكك يريد أن يحسن دخله، ولكن يحس كأنما أن أنت متذبذب، كل يوم لك رأي، كل يوم لا يمكن توقع أو التنبؤ بطريقة تصرفاتك. عشان كذي هو للفترة القادمة سيحافظ على هاي النية وهاي المشروع في قلبه، ما راح يظهره عليك، ما راح يخبرك عنه، راح يعمل عليه بالسر. أوكي، يعمل عليه بالسر عشان ينهي صعوبة أنت تعانون منها في الزواج. هل هي صعوبة في التواصل؟ هل هي صعوبة في الإنجاب؟ الشراكة الجديدة ستنهي مثلا الصعوبة في الإنجاب. هل هي صعوبة في الأموال؟ رح يحاول يدخل مشروع جديد ولكن بدون علمك. هل هي صعوبة مثلا في تربية الأبناء؟ هل هي صعوبة تتعلق بالأمور المالية؟ رح يحاول يطور المال. عند هاي النوع من الطاقة، ولكن مثل ما قلت لك يراك ان انت متذبذب او لا يمكن التنبؤ بتصرفاتك. خلينا نشوف ما هي نقاط قوتك. ما هي نقاط قوتك انت كشريك في العلاقة يا برج الثور؟ أن أنت متفائل، تتعامل مع شخص دائم القلق بالضبط بخصوص الأمور المادية. هذا الشخص إذا تنقص عند الأموال على طول يدخل في حالة من الجزع، يدخل في حالة من قلة النوم، كثرة التفكير، ما يأكل، يدخل حالة شبه هستيرية، عنده هوس بتوفير الأموال والاستقرار للمنزل. انزين، ولكن نقاط قوتك انت في العلاقة، اول شيء اشوفك هنا ان انت تساهم في رخاء المادي. احتمال ان انت ايضا لديك دخلك الخاص وتساعده، او يقدر يعتمد عليك ان اذا امور المادية هو ما مشت بالشكل المتوقع يستطيع ان يعتمد عليك. وان كان اشوفك هنا متذبذب، ولكن هنا متذبذب في ارائك، ماديا يعتمد عليك لأن أنت في النهاية برج الثور لديك سيطرة على العناصر الترابية، والمادة هي أحد عناصر الأرض. ولكن كأنما وجودك أنت في حياته كظهر أو كسند أو كخطة أمان للوضع المادي اللي بينكم. أوكي، وأيضا احتمال أنه يراك شوية بخيل، يعني لديك الأمور المادية أو الدخل أو الورث، ولكن ما قاعد تشاركها معه. وإن كان لديكم زواج مشترك، علاقة طويلة الأمد، في بينكم رابط قوي، أبناء، ولكن أشوفك كأنما قاعد تفصل فصل هنا أيضا، تفصل
ما بين المادة مادتك ومادته، أموالك وأمواله، وما بين الزواج والارتباط اللي بينكم. هذا شيء شوي يعني مضحك، فيه جزء منه يتعلق بالذكاء، وجزء منه يتعلق بموازنتك. هني احتمال ان انت مو متذبذب، انت تحاول ان توازن اموالك وامواله عشان ما تنخلط مع بعض. احتمال انت تتعامل مع شخص لا يحسن التصرف بالاموال، اذا اتت الاموال يصرفها سريعا وبعدين يظل يتسلف، عندك هاي النوع من الطاقة. فكأنما أنت تمثل عنصر التفاؤل في حياته، بسبب أنت تستطيع الحصول على الأموال وتوفيرها، وأيضا عنصر الاسترخاء. وجودك في حياته أو طريقة ترى تعاملك معه تخلي هاي الهوس والتفكير والقلق يذهبون أو يخفون عنده في مرحلة ما. ولكن شريكك تأكد أنه هو يعتمد عليك، أو يعتبر وجود الأموال عندك مثل الضمان لحياتكم المشتركة. أوكي، خلينا نشوف ماذا تفعل لكي تطور العلاقة أو تحافظ عليها. ملك النار، ملكة الأرض، الغصن الأول، السيفين، السيف الأول. طاقتك جدا واضحة، أو النصيحة لك جدا واضحة. ما الذي يجب أن تفعله من أجل أن تطور العلاقة؟ أنت لازم تأخذ دور المرشد. ملك النار هو ملك الأفعال، وأيضا عند الكنترول دفة التحكم. الغصن الأول هو اللي يمتلكها. هني يقول لك مع شريكك لا تقدم له الأموال كمساعدة، لا تعتمد أو تكون الجانب توفر، لأن أنت هذا هو عنصرك، هذا هو عنصرك، العنصر الترابي. لا تدعمه بالأموال، ادعمه بالإرشاد وبالنصح وبالأفعال وبالتخطيط. هذه أيضا طاقة القلم، أن احنا نقعد ونخطط ونحسب مصاريفنا ونسوي كنترول عشان نصل إلى أهدافنا مع بعض. أنت محتاج أن تدعم شريكك لكي ينضج ماديا منفصل بعيد عنك. يعني ما تعطي الأموال مثلا، تساهم أو تساعده في المشروع، في المصاريف، تتفق معه كأنما طاقة المدرس أو المعلم عندك، تتفق معه شلون وأين يضع أمواله الخاصة عشان يستطيع الوصول إلى أهدافه، الاستقرار، أهدافه. عنده هدف، عنده شيء محدد، مبلغ معين، احتمال أنه يريد شراء شيء معين هو مخطط له من فترة قديمة، من زمان. هني يقول لك مو بالدعم المادي، ساعده أنه هو ينضج، يصبح ملكة الأرض. أنت محتاج لأن تكون الناصح والقوي في العلاقة، لا تكون ضعيفا. أوكي، أول ما يطلب منك أموال على طول تعطيها إياه، اقعد معاه، اسأله لماذا أنت تحتاج الأموال، وين راح تصرف الأموال، ممكن أنت الأموال تستخدمها كذا كذا. عطى طاقة الإرشاد وليس طاقة الضخ، ضخ الأموال. أوكي، لأن هاي إذا دخلت معاه في هاي الطاقة كأنما أنت راح تكون عالق، أنت راح يكون ما عندك وضوح. أوكي، ولكن تأكد أن هذا هو الجواب الصحيح لك. أنت محتاج أن ترشده وتساعده على الصرف والتخطيط المالي بعيد عنه. قطع، قطع السيف يقطع، قطع الترابط، قطع ما يربط مالك بماله، لأن هذا الشخص مكركب ماديا قاعد أشوفه، أو ما يحسن التصرف بالأموال كثرك أنت. اقطع، افصل بين اموالك وامواله، ولكن في نفس الوقت كل